بالعلم ويا العمل ضاريني جت للناس نور للأمل سابق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد خلق المرسلين. تحية طيبة وخالصة من القلب جميع الحضور الكريم الذين يتبعون هذه السلسلة الرائعة لتعليم اللغة الإسبانية. نبدأ إن شاء الله بإذن الله ونتمم دروس سلسلة التحايا. الآن سوف لن تسألوني عن التحية ما معناها، سوف لن تسألوني ما معنى التحية، ما معنى التحايا. قد عرفنا بأن التحايا هو لوس، هي لوس سالودوس، لوس سالودوس. إذا نعرف تحايا أخرى لنتمكن من يعني إتمام الدروس القادمة إن شاء الله، لأن سوف يكون هذه الكلمات سوف نوظفها في محادثات، في محادثات إن شاء الله. سوف لن تمشي يعني مع الريح. إذا كما تشاهدون الآن، تشاهدون دون، تشاهدون دون. لا، سوف تقول لي دون إنها كلمة في الكاراتي أو في الجودو، أو لا، دون يعني هي كلمة بالإسبانية تعني مثلا سيد، يعني سيد إنسان نحترمه، نقول له مثلا دون محمد، دون عماد، دون عيد، دون هشام، دون أحمد، دون إلى آخره. دونيا، دونيا. إذا بما أننا قلنا دون المذكر للرجال بصفة عامة للفهم لا غير، غرضنا هو أن تمر الفائدة وأن يستفيد الجميع الطريقة بأي طريقة، المهم أن الجميع يعني استفاد للجميع. دونيا، إذا لا يمكن أن نقول دونيا عماد، دونيا محمد، دونيا سعيدة، ودونيا لا، نقول مثلا دونيا خديجة، دونيا أسماء، دونيا إلى آخره، دونيا أمينة، دونيا فاطمة، دونيا إلى آخره. إذا دونيا يعني امرأة نحترمها، أو سيدة، نقول سيدة، سيدة، سيد دون وسيدة دونيا. دون مانويل أسماء بالإسبانية، دون خوان، دونيا خوانا، دونيا ماريا، دونيا ليليانا، دونيا إلى آخره، بياتريس، دونيا إلى آخره. إذا الكلمة الثالثة هي أستاذ، أستاذ، أستاذ مرادفها عندنا باللغة العربية هي حضرتك، يا حضرتك أو حضرتك، حضرتك أو حضرتك، حضرتك أو حضرتك، يعني للرجال والنساء ذكر ومؤنث. أستاذ احترام، احترام الشخص، أستاذ، أستاذ، أستاذ. سوف نشاهده في دروس قادمة إن شاء الله، وسوف جميع هذه الكلمات سوف نشاهدها وسوف تتضح لكم هذه الكلمات وتعرفنا بكل سهولة إن شاء الله. إذا ال نومبري، ال نومبري الاسم، ال ابيديدو الاسم العائلي، النومبري الاسم الشخصي، وال ابيديدو الاسم العائلي. مثلا هنا كمثال أعطينا، إذا ال، سوف لن تقولون لي لا نعرف ما معنى ال، ال اس كون ارتيكولو ديفينيدو معرف المعرفة، للمعرفة ال، للمعرفة لا، للمعرفة اون، انديفينيدو
نترك هذا، لأن هذا بالنسبة لنا الآن في هذا المستوى نعرفه كمعرفتنا لأسمائنا. النومبري الاسم الشخصي، ال ابيديدو ال ابيديدو الاسم العائلي. إذا عندما نريد أن نقول اسمنا الشخصي هو، اسمنا العائلي هو، نقول بالإسبانية مي نومبر. أعطيت مثال باسم الشخصي واسم العائلي كمثال لا غير. مي نومبر اس سعيد، مي نومبر اس سعيد، مي نومبر اس سعيد. اسمي الشخصي هو سعيد، اسمي الشخصي هو سعيد. مي ابيديدو اس بتارني، مي ابيديدو اس بتارني. اذا اسمي العائلي هو بتارني. اذا مثلا قلت لشخص مي نومبري اس سعيد، مي نومبري اس سعيد، سوف تشاهده تقول له انا اسمي سعيد، وتبقى تنظر اليه. لا، يجب عليك ان تقول وما هو اسمك انت، وما هو اسمك انت. اذا يجب عليك معرفته. اذا هنا نعرفها في هذا الدرس ان شاء الله. اذا علامة استفهام مقلوبة لا يجب علينا ان نتحدث عليها في هذا الدرس، لقد عرفناه. كواليس كوال اس تو نومبري، كوال اس تو نومبري، ما هو اسمك انت. كوال اس تو نومبري، مي نومبري اس سعيد. كوال اس تو نومبري، مي نومبري اس روزي. كوال اس تو نومبري، مي نومبري اس اسماء. كوال اس تو نومبري، مي نومبري اس امينة، الى اخره. اذا كوال اس تو ابيديدو، كوال اس تو ابيديدو، ابيديدو هو اسم العائلي، الاسم العائلي. اذا مي ابيديدو اس بتارني على سبيل المثال. نعم، اذا النومبري الابيديدو مي نومبري اس ابيديدو اس. السؤال عن الاسم العائلي او الاسم الشخصي، نستعمل كوال اس، نستعمل العباره كوال اس، تو يعني انت الى اخره. سوف نلاحظ ونشاهد ان شاء الله في درس قادم مي وتو والبقيه، لان للملكيه سوف نتعرف على درس للملكيه ان شاء الله، ما لديه وما عليه وما لديه وما عليه الى اخره. اوكي، نكمل. نقول ايضا ميديامو، نفس المرادف، لا نقول مي نومبري ميديامو الى لا، اما ان نقول مي نومبري سعيد، او بعباره اخرى نقول ميديامو سعيد، ميديامو سعيد، ميديامو سعيد، ميديامو سعيد. اسمي إساء، اسمي سعيد، اسمي سعيد، اسمي فوزي، اسمي أسماء، اسمي أمينة، لا غير. مباشرة نقول ميديامو أسماء، ميديامو فوزي، ميديامو أمينة، مباشرة. إذن للسؤال، للسؤال على هذا الجواب نقول كومو تاجاما، كومو تاجاما، ليس كوال اس تاجاما. لا، يجب علينا ان نكون اذكياء. اذا مي نومبريس كواليس، ميديامو كومو تاجاما. السؤال هو كومو تاجاما، كومو تاجاما، ما هو اسمك. ميديامو سعيد، سؤالها كومو تاجاما. اذا هذه عبارة ثانية. إذن الآن ننتقل إلى عبارة ثالثة، يمكننا أن نقول صوي سعيد، صوي سعيد، صوي فوزي، صوي أسماء، صوي أمينة. نعم، أذكر الآن أسماء الطاقم التقني للتسجيل، مشكورين، يعني أشكرهم شكر خاص وخاص وخاص جدا
للمجهودات يعني، وأقولها في الترس لأنهم يعملون مجهودات رائعة ورائعة ورائعة جدا. إذا صوي سعيد، صوي سعيد، أنا سعيد مثلا، مثلا اسمي سعيد ولكن بعبارة أخرى. إذا هنا للسؤال عن هذا الجواب نقول كيان اس، كيان اس. سوف نشاهد ما معنى صوي، سوف نشاهد ما معنى اس في الدروس القادمة إن شاء الله، نريد أن نكثر عليكم إن شاء الله. صوي سعيد، كيان اس، سؤالها كيان اس، كيان اس، كيان اس. إذا ثلاث عبارات نقول لنقدم أنفسنا. كنا في البداية نقول بنومبر اس، اسمي الشخصي، بابيدو اس، اسمي العائلي هو. وقلنا أيضا العبارة الثانية ميديامو، اسمي سعيد، ميديامو، ونقول اسم ميديامو، أو نقول صوي سعيد مثلا، أو نقول صوي ونقول اسمنا. الآن لقد قلنا اسمنا صوي، صوي سعيد، صوي فوزي، موتشو جوستو، ويقول لي فوزي موتشو جوستو، موتشو جوستو، موتشو جوستو. ما معنى موتشو جوستو؟ يعني أتشرف، أتشرف، نتشرف. نايس ميتيو، نايس، موتشو جوستو، موتشو جوستو، موتشو جوستو، mucho gusto، mucho gusto. هذه تقال بالنسبة للرجال والنساء، للفتيات والفتيان، ليس هناك أي مشكل بالنسبة للفيمينين والماسكولين. تلتقى مثلا أسماء وأمينة، يعني أسماء مديامو، أسماء مديامو، أسماء إيكو إتو كومو تدياماس، Mediamo Amina. Mucho gusto. Mucho gusto. ليس هناك أي مشكل. إذا التقى سعيد بفوزي نفس الشيء. أنا سعيد، أنا فوزي. Mucho gusto. يعني هنا ليس هناك أي تغيير في التركيبة يعني الكتابية ونطق في العبارة. Mucho gusto. يعني pues los dos generos. ماسكولين وفيمينين. إذا هنا يعني في مثال آخر العكس، العكس. ألتقي مثلا مع فوزي، أنا سعيد، يقول لي فوزي، أنا فوزي. إذا سوف أقول له إنكانتادو، إنكانتادو، لأنه مذكر، لأنه مذكر، أقول له إنكانتادو ويقول لي إنكانتادو. وإذا التقت أمينة بأسماء، أنا أسماء وأنت، أنا أمينة، سوف لن تقول لها إن كانت تعدو، لا، لأن يجب عليها أن تقول، إما أن يقول إن كانت تعدى، إن كانت تعدى، أنها في أسماء فيمينة، فيمينين، وأمينة فيمينين. أظن بأنها واضحة. Encantado masculino, encantada femenino. Mucho gusto تقال للاثنين معا، ليس هناك اي مشكل. اعيد لاخر مره، هذه تتم، اعيد لاخر مره ان شاء الله. تطرقنا يعني، سوف انطق الكلمات شرحها يعني واضح، واضح جدا اظن. دون، دونيا، مستي، el nombre, el apellido, mi nombre es Said, mi apellido es Parni, cuál es tu nombre, cuál es tu apellido, me llamo Said, cómo te llamas, soy Fauzi, quién es, mucho gusto, encantado, encantado, encantada, Asma. درس اليوم، شكرا للجميع، السلام عليكم ورحمة الله.